السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة سكينة سورية. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشاهدوا معي في صور الفيديو غادي نحضروا طورتة رائعة جدا، مكونات بساط جدا كيف ما عودتكم دائما على الوصفات ساهلين وناجحين واقتصاديين. تبعوا معي الفيديو إلى الآخر فضلا وليس أمرا، وما تنسوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم البنائين. وقبل من هذا، قبل ما نبداو الطريقة تحضير المكونات، نذكركم فقط لتذكير اللي باقي ما شاركش في المسابقة ديال 11 فائز 50 أورو الواحد يشارك فيها ويضاعف الحظوظ ديالو، وإن شاء الله تكونوا من الفائزين وحد موفق للجميع. شاركوا وإن شاء الله يوفقكم. ونبداو الآن المقادير وطريقة ديال التحضير التورتة ديالنا. كيف ما كتشاهدوا معايا هادو هما المكونات، بساط جدا. عندي هنايا اقل من نص كاس ديال الزيت، يعني ربع كاس ديال الزيت من عبار العنبه، وعندي هنايا نصف كاس ديال السكر سنيده اي سكر الخشن، وعندي كاس مملوء جيدا من الدقيق اي ما يعادل 7 ديال المعالق كبار ديال الدقيق، وعندي هنايا نصف كاس من الحليب من عبار العنبه بطبيعة الحال، وعندي زوج بيضات حرارة المطبخ تكون الحجم ديالهم متوسط عادي، وعندي معلقة كبيرة من بودرة الكاكاو. اللي ما عندوش بودرة الكاكاو العبر ممكن يدير معلقة شاصية واحدة. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا زوج خمارات ديال الحلوة من فئة 8 غرام. هادو هما المكونات بساط جدا كيف ما كتشاهدوا معايا ديال الجينواز ديالنا ديال هاد التورته. كيف ما كتشاهدوا معايا خديت واحد البول ووضعت فيه زوج بيضات. ممكن تخدموا هادشي في الطراب الكهربائي او غير بالفوي كيف ما استعملت انا، ممكن ديروه في الطراب. كيف ما كتشاهدوا معايا وضعت زوج بيضات، سكر ثم الزيت، ونحرك جيدا حتى يندمج ليا السكر والزيت والبيض، ثم كنضيف الحليب نصف كاس من الحليب، ثم كناخذ بودرة الكاكاو معلقة كبيرة وجوج خمارات كندوزهم بطبيعة الحال في الغربال باش نتفادى داك التكتلات، ثم كأس مملوء جيدا من الدقيق يعني الفورس الرطب ديال الحلويات يعني اللي كنصيبو به الكيك، ثم كنخلط جيدا بالفوي او بالملعقة او بالفخشيط. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو القوام اللي كنحصل عليه تيكون خفيف شيئا ما. كناخذ واحد الطاوه ديالي او الصينيه اللي غادي نوجد فيها التورته. انا عندي هذه المربعه اللي كتحل من الجناب، دهنتها بقليل من الزبده ورشيتها بالدقيق. ممكن ديروها في اي قالب يكون مربع زجاجي او دائري او مستطيل، لكم الاختيار والمتناول اللي عندكم غادي تخدموا به، غير القياس ديال الطاوه يعني ما يكونش حجمها كبير بزاف وما يكونش صغير بزاف باش تجيكم تقريبا نفس القوام باش حضرتها انايا. كيف ما كتشاهدوا معايا انا صبيت الخليط ودرت الفرن ديالي سخن، درجه الحراره عاديه ما يكونش سخون بزاف، وكنوضع الجينواز ديالي طيب. ما كتاخذش مني الوقت يعني 15 حتى 10 دقائق حتى 15 دقيقه كتكون واجده، لانها رقيقه ما غاديش تطلع معانا بزاف، كتكون رقيقه وكتوجد بسرعه. كيف ما كتشاهدوا هي بعد ما طابت، هي اللي كيف ما كتعرفوا الجينواز ديال الشوكولا ما كتحتاجش نحمرها من الفوق، صافي مجرد تاكدت بانها طابت صافي خرجتها من الفرن، راه هي باقه سخونه. غادي نحيدها انا من هذا المول هذا. اللي بغى يكمل الخدمه ديالو في هذا المول هذا اللي كيتحل من الجناب او الدائري يكمل الخدمه فيه، انا فضلت نسحبها من هذا المول هذا وندير ليها هذا الاطار. اللي عنده هذا الاطار اللي فيه القياس كيتحل وكيتزاد كان احسن، ما عندوش غير يخلي الكاطو ديالو الجينواز ديالو في المول اللي دارها فيه في الاول، ما غير ما تهزوهاش، غتخليوها في المول اللي درتوها فيه في الاول، سواء ديال الحديد سواء ديال الزاج. ثم كناخذ واحد كاس من الحليب، على العموم انا ما سقيتهاش بكاس كله، انا درت كاس الحليب ودرت فيه واحد معلقه ديال السكر. ممكن تسقيوها بالقهوه سريعه الذوبان او بسيغو عادي غير الماء والسكر يكون مغلي جيدا ويكون بارد، تسقيوها باللي عندكم. انا فضلت نسقيها بالحليب وضفت له شويه ديال السكر، خدمني السقوه يعني نصف كاس من عبار العنبه من الحليب. ما تسقيوهاش بزاف باش منين تجيو تقطعوها ما تجيكمش كتفرتت، غير نص كاس راها كافيه لانها رقيقه. نمشيو نوجدوا الكريمه ديالنا اللي غادي نحضروا. عندي هنايا 4 ديال الكؤوس ديال الحليب من عبار العنبه، وعندي 3 ديال المعالق يكونوا عامرين كبار
ديال النشا الذره، ثلاثه المعالق او اربعه ديال المعالق كبار يكونوا عامرين النشا الذره. وعندي هنايا الفلون ديال نكهه الموز، ممكن ديروا اي فلون اللي بغيتوا باي نكهه كتبغيوها، ولكن نكهه الموز كتجي في هذا الكاطو رائعه جدا. السكر يعني كنديروا على حسب الذوق، درت هنايا تقريبا خمسة ديال المعالق ديال السكر، وتنحرك الكل جيدا، وكنديروا على النار تكون مهيله مع التحريك يكون مستمر. وعندي هنايا 6 ديال القطع ديال الشوكولاته بيضاء، ما غنضيفهمش دابا حتى يسخن ليا الخليط ويندمج ويولي عندي شكل كريمي. عاد كنضيف له في الاخر منين كنرفعوا من النار، عاد كنضيف له شوكولاته بيضاء. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو الكريمه ديالنا اللي حصلنا عليها. من الاحسن نديروا شوكولاته بيضاء، الا ما توفرتش عندنا ممكن نديروا ياغورت باي نكهه كتفضلوا، لان هاد ياغورت او الشوكولاته بيضاء كيعطينا النكهه الفلو ديالنا، ما كتبقاش كانكم كتاكلوا فلو، رغم اننا زدنا فيها النشا كتولي يعني واحد المذاق فيها رائع، ما غيصدقوش بانها فلو، كتجي على شكل شي كريمه يعني كتكون يعني شي حاجه رائعه جدا. المهم اللي ما عندوش شوكولاته بيضاء ممكن يدير اي ياغورت يكون باي نكهه كيف الظلم، المستحسن يكون كريمي ما يكونش عاقد. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنحرك جيدا حتى يذوب ليا الشوكولاته، ثم كنفرغها فوق لي سيركل اللي درت فيه الكاطو جينواز، ثم كنحاول نوزعها بالتساوي باش يجيني السطح ديالها قدر الامكان يكون املس، يعني يكون مقاد ومتساوي. كيف ما كتشاهدوا معايا الطريقه سهله جدا، كنتمنى الشرح يكون واضح والصوره واضحه. غادي يطلعوا لكم واحد بعض الفقاعات، غتحيدهم غير بواحد الشوكه او كيردون، كنحاول نحيدهم باش يجيني السطح املس. نمشي ناخذ هاد اوريو او اويو، اي نوع عندكم ديال البسكوي، انا فضلت ندير هذا باش نديرو يجيني مقاد. خديت هاد الكيردون هادو الطوال، السفيفدات الخشب ديال الشواء او اي سفيفدات عندكم، باش ناخذ غير العبار ديالي. انا قسمتها على 9، ممكن تقسموها على 12 اللي بغيتو، انا قسمتها على 9 باش يجيوني حصص شويه كبارين. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنحط كنحل داك اويو، كنحلو على زوج وكنحط القطع ديالو، وكنحاول نضغط واحد شويه نبرك عليهم باش ما يطلعوش منين ندير الطبقه الاخيره الثالثه. كيف ما كتشاهدوا معايا الطبقه الاخيره الثالثه كتبقى لكم مساله اختياريه بذوق الكراميل. كناخذ واحد كاس ديال الماء بارد من عبار العنبه، وعندي هنايا فلون ديال الكراميل، ثم السكر كنضيف تقريبا 4 ديال المعالق ديال السكر او 3 على حسب الذوق، ممكن تنقصوا ممكن تزيدوا. كنحرك جيدا وكنوضعوا على النار حتى يغلى، يعني حتى بحال اللي كيفيض بحال اللي كنصيبوا الفلون، كنطفيو عليه تيكون واجد هاد الطبقه ديال الكراميل. كيف ما كتشاهدوا معايا انا قلبت الملعقه وكنفرغ باش ما تثقبش ليا الوجه ديال الكريمه ديالي الاولى. ضروري هاد المرحله ما ديروش مباشره، غادي يكونوا واحد الثقوب. وبالنسبه للبسكوي اللي وضعته ضروري تضغطوا عليه من الاول باش يكون ما يديروا هاد الطبقه ما يطلعش من الفوق. على العموم من بعد ما وجدتها وضعتها في الثلاجه بقات لمده ساعه كامله، تاكدوا مزيان ساعه كامله حتى كيعقد ليا هاد صوص كراميل اللي درت، وحتى كيعقد ليا الكريمه الاولانيه كيف ما كتشاهدوا معايا. ورفعت السيركل بكل سهوله، درت غير واحد السكين دوزتو من الجناب ورفعته بكل سهوله. هذه هي التورته ديالنا، كتجي رائعه جدا كيف ما كتشاهدوا معايا، يعني شي حاجه توب. كنتمنى تجربوها، المذاق ديالها كيجي رائع جدا وسهله في التحضير. كيف ما لاحظتوا معايا الجينواز ما خدتش منا وقت بزاف ولا المقادير بزاف، عندنا فيها غير زوج بيضات ونص كاس الحليب، نص كاس السنيده والزيت وكاس من الدقيق. ثم الخليط الاخر خدينا فيه 4 ديال الكيسان ديال الحليب من عبار العنبه. غتسولوني شحال العبار ديال 4 كيسان، يعني السيترو، وغتزيدوا تاخذوا كاس من السيترو اخر، يعني السيترو وكاس، هذه هي 4 كيسان من عبار العنبه ديال الحليب. كيف ما كتشاهدوا معايا المكونات بسيط، وحصلنا على هاد التورته عائليه رائعه جدا. وتزيين كيبقى لكم اختياري، ممكن ديروا هاد بسكوي ديال اويو، ممكن ديروا اي نوع ديال البسكوي كتفضلوه، ممكن ديروا هاد الطبقه الاخيره ديال فلو بالكراميل، او ديروا فلو بالموز، او اي نوع ديال فلو، بشرط ديروا غير كاس من الماء مع السكر وديروا حتى يغلي، يعني بحال اللي غادي يفيض، عاد كتطفيو عليه عاد كتفرغوه فوق التورته. كيف ما كتشاهدوا معايا كيجي الشكل ديالها رائع، انا قطعتها على 9 لانني درت الحصص على 9، كيجي المنظر ديالها راقي وجميل. تقدموها للضيوف ديالكم وتوجدوها يعني
في الرمشة عين غير الوقت ديال الثلاجة ديال التبريد غياخد منكم ساعة. أما هي ملي كتجيو تحضروها ما كتاخدش منكم يعني أكثر من نصف ساعة كتكون واجدة. كيف ما كتشاهدوا معايا أنا كندوقها قدامكم، كتجي الكريمة ديالها والجينواز ديالها خفيفة وهشيشة رائعة جدا كتذوب في الفم. أما المذاق يا سلام كتجي رائعة جدا، ممكن تحضروها في الكوتي أو الضياف ديالكم كتجي رائعة جدا. نتمنى من كل قلبي تجربوها وتردوا عليا الخبر، راه كتجي رائعة جدا. والمقادير والمكونات كيف ما شاهدتوا معايا راهم بساط على ما أظن في متناول الجميع، ما تعكزوش جربوها وردوا عليا الخبر. راه المذاق ديالها كيجي رائع جدا مع النكهة ديال الشوكولاتة ديال الجينواز مع الكراميل مع الكريمة اللي حضرنا كتجي رائعة جدا. شكرا لكم للمتابعة، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبتعليق ديالكم بنائين، واللي اول مره كيتشارك في قناتي يفعل الجرس فضلا وليس امرا باش توصل دائما بالجديد. والى اللقاء.